والعاقل إنما يعيش في هذه الدنيا إذا تبصرها بين شدة ورخاء، بين عسر ويسر، بين منحة ومحنة. والموفق هو الذي يكون عند النعماء من الشاكرين، وعند الضراء من الصابرين. والمصائب التي تحل بالناس متنوعة ومتشكلة، وهذه الزلازل يحدثها الله عز وجل لحكمة وبتقدير منه عز وجل، وهي من الآيات. ولذلك صاحبها إذا مات فهو من الشهداء في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة، ذكر منهم صاحب الهدم، من يقع عليه السقف، من تقع عليه السيارة، من يقع عليه أي بناء، كل هذا يعتبر صاحب هدم يشمله الحديث.